دعم الفنانين والمبدعين سمة من سمات النادي الثقافي العربي، إذ اختتم النادي معرض أشغال يدوية خرز وكريستال للفنانة هنادي السمرة، والتي قدمت 50 عملاً من أعمالها اليدوية. الواقع نحن هنا في النادي الثقافي العربي دأبنا بعد جائحة الكورونا أن نبدأ بفعاليات في ظل هذه الاحترازات التي تتطلبها معطيات الحكومة في استضافة الفنانين العرب من مختلف الجنسيات. وفي هذا المعرض استضفنا الفنانة هنادي السمرة، وهي فنانة تطريز أشغال يدوية، تطريز بالكريستال والحب. استضفنا هذا المعرض لتغيير النمط من الفنون التشكيلية، فالفن التطريز يعتبر أيضا فن من أنواع أو نوع من أنواع الفنون التشكيلية التي نسعى لها دائما. يعني احتوى المعرض نماذج مختلفة ضمت أشكالا معمارية إسلامية وشخصيات كرتونية ومجموعات من باقات الزهور، بجانب معالم حضارية مختلفة جميعها مصنوعة من الخرز والكريستال. والله أنا ابتديت شغلي من حوالي 3 سنين ونص تقريبا. المفرش الواحد أو التابلو الواحد بياخد ما بين أكبر تابلو أخد حوالي أكتر من 3 شهور، وأقل حاجة بتكون حوالي 20 يوم للتابلو الواحد. وفي بعض الأحيان بتوقف عن العمل شوية في بعض التابلوهات وأرجع أكمل بعدين، يعني مش بتكون يعني التابلو كله مرة واحدة. معارض وجلسات أدبية وشعرية تترك صداها في النادي الثقافي العربي لنشر الثقافة ومد جسور التواصل الثقافي والاجتماعي بين مكونات المجتمع العربي.